عرست عمري 17 سنه، مستواي معناها يوازي المستوى نتاع تو نوفيام، معناها من اول عام جبت الصغير. كبر شوي نلقى روحي ما نعرف حتى شيء وما نعمل حتى شيء، ونلقى روحي حاجه لا علاقه في الدار. اهميه كبيره بالنسبه للجمعيه معناتها، خاصه من في التطوير المراه التونسيه، في احاطتها خاصه النساء اللي احنا في الديار هذوما اللي ما عندناش. نعرف اللي المراه التونسيه ناشطه برشا برشا، لكن في الدار ممكن احنا بالرسمي المجتمعات العربيه الكل ما زالت عندنا هيك النزعه نتاع التفرقه هذيك ما بين رجل ومراه، على اساس اللي هي عندها مثلا حاجات ديميسيون معينين وما تخرجش منهم، وكان تعمل ديميسيون اخرين ممكن الراجل اللي هو يتقلق الحكايه هذيك تحسها تمس منه. اني جو فو معناتها ان ستاتيو ايجاليتي ما بيناتهم، يعني جو فو با انه هو يجبد فيها ولا هي تجبد فيه. المراه تولي عندها فلوسها، عندها معناها قدرتها، وترجع لها الثقه في نفسها، وتولي هي تقول لك هذا فلوسي وانا نعرف كيفاش نستعمل. نهار اخر نمشي الحج، علاش تبقى في قلبي ونبقى نستنى شكون اللي باش يعطيني من ولادي وشكون اللي بفلوس؟ لانه هي ديما تطلب في الفلوس من عند راجلها او من عند خوها او من عند ابوها، او في يوم من الايام قد تكبر حتى من عند اولادها. اغلبيه المشاكل شنو هي؟ مشاكل ماديه ولا ليه؟ وقت اللي تحقق ذاتها وتولي تعرف كيفاش تتصرف وكيفاش دخل الفلوس كل شيء، باش تنقص المشاكل. كيما انت قاعد تخدم انا حطينا قاعده نخدم، كيما انت تدخل في الفلوس حطينا ندخل في الفلوس، كيما انت يلزمك تتلهى بصغارك حطينا نتلهى بهم، مش انا طبخ وطيب واكل ومن عشنو واحد. فاش قام تو ماكش صغيره اش تعمل بيه؟ يا اخي انت باش تعيش لهالشيء هذا يقول لك باش تتعلم، قال له تعمل فيه. أنا لا.